هنا هرجع لمحمود وبسأل نفس السؤال اللي احنا بدأنا بيه، بس هنزود عليه حتة بقى من كلام أمير. ده معناه ما هو اللعيبة هم اللعيبة، والمحترفين اللي بيلعبوا بره هم المحترفين اللي بيلعبوا بره. ده معناه برضو ان في سر كبير دايما لدى المدير الفني. بص طبعا يعني انا هصدق على كلام امير في ثلاث نقط. رقم واحد، لو احنا بصينا للحسابات والورقه والقلم وخدنا الستيتمنت اللي امير جميله قالها دي وراح حطيناها في ورقه وقلم، ان الهانديكاب عند مصر ونسبه التحدي اكتر عند منتخب مصر نتيجه الحمل التراكمي الاكتر في البطوله والحمل البدني الاكتر في البطوله، وان السنغال دايما تلعب 90 دقيقه وتتدرج. هبدا انا وافق على الكلام ده، اقول البطوله رايحه ناحيه السنغال. جه في بالي امير بيتكلم كاتب جيمس فان هوزن، ده بيكتب في ذا اثليتيك، كان عنده نظريه في الكوره كان بيتكلم عليها في كاس العالم 86، انه من اثناء البطوله، ودي اللي احنا بنترجمها كمعلقين يا امير لما بنيجي نتكلم، نقول ان البطل يخرق من رحم البطوله، ما تبقاش عارف مين اللي هيفوز باللقب، لكن اول ما البطوله كده تبدا تنشل على واحد او اثنين. عنده نظريه بتقول فوتبول اتموسفيريك تنشن، باختصار هي عامله زي المناعه اللي بتيجي واحد البطوله دي، خلينا نتخيل ان في جاله فيها مرض، وبعدين في واحد بس جاله المرض بدري وخف وتعالج بسرعه ورجع خد المناعه فقدر انه يتغلب على كل المخاطر، وده اللي حصل معانا في مباراه نيجيريا. طلعنا أسوأ ما فينا في مباراه نيجيريا، وبعدين ابتدينا ناخد مباريات صعبه جدا زي ما امير تفضل وقال، فبقينا احنا فعلا ابطال البطوله. احنا ما فزناش بحاجه حتى الان، لكن بقيت ابطال البطوله على الناحيه المعنويه. فالمدرب بتاعك لما يجي يعمل المحاضره بتاعه البطل الامريكاني في افلام هوليوود الشهيره جدا، انه خلاص المدينه بتتدمر، فيطلع البطل يقول كلمتين فالقبيله تتحمس فيدخلوا الناس ينقذوا الموقف بسرعه والنهايه التراجيدي الجميله جدا. ده سيناريو بقى موجود عند كارلوس كريوش، ودي نقطه واضحه جدا، انه مش بالضروره قد يكون فلوب او تراجع كبير جدا لمنتخب السنغال، انه فعلا ما اختبرش خطوط دفاعه كويس امام مهاجمين وامام فرق وامام صاحب بوركينا فاسو. كانت مباراه صعبه جدا عليهم، وكانت مباراه تبدو محرجه جدا للسنغال. ده التناول اللي جه، انه احساسك بان منتخب مصر لعب تحديات صعبه كتير وتعرض لاختبارات صعبه كتير، مش سهل ابدا ان انت تغير القوام الاساسي الشاسيه الاساسي بتاع اي فرقه. احنا في الكوره لما تشيل الاثنين سنتر باكس والجول كيبر الاساسي بتاع الفرقه، دي كارثه كرويه ممكن تحصل. فان انت النهارده تشوف انت بدات البطوله بمين، خط ظهرك بالكامل تقريبا اتغير بحارس مرماك، وبتشتغل ازاي ووصلت ازاي وقدرت تتغلب على المواقف اللي انت اتحطيت فيها، وسبحان الله المواقف اللي احنا تعرضنا لها كلها كانت افاده، تقول لا ان شاء الله هي البطوله هتكون من نصيب المنتخب المصري. قبل ما نبعد عن السؤال، عشان باش برضو بعيد عن سؤال حضرتك، كارلوس كريوش في حاجه سر حضرتك في مكالمتك مع كريم رمزي، قلت انه البرتغاليين ماشيين معانا، او يعني شخصيتهم جايبه معانا بتاكل وبتاكل معانا، وكلنا فاكرين قصه البرتغاليين سواء مع مانويل جوزيه او جيزفالدو فيريرا، قصه نجاح مانويل جوزيه في مصر ومع النادي الاهلي، جيزفالدو فيريرا البروفيسور وقصه نجاحه مع نادي الزمالك حاجه عظيمه جدا. وده بيرجع لو انت عملت سيرش، اي حد من اصدقائنا المشاهدين دلوقتي واحنا على الهوا وراح كاتب سيرش على جوجل بريدايزيشن تاكتكس، تكتيك البريدايزيشن، هيطلع له جوجل كده بكل سهوله، هيقول له ان ده السيكريت، ده موست كيبت سيكريت بتاع جوزيه مورينيو. ايه موضوع البريدايزيشن؟ باختصار كده البريدايزيشن ده عباره عن تحكيم انماط الشخصيه وتصدير انماط شخصيه قويه جدا، وتغيير نمط اللعب التقليدي في الكوره بحيث ان انت ما تبقاش تمريناتك تقليديه تبقى تمريناتك كوره، وخلق عدو وهمي تصطدم بيه دايما وتبعد الصراعات والضغط عن فريقك، فبتقدر تجتاز كل المباريات الحاسمه. انا هحتل حد ولا ايه؟ هو ده الوضع تحديدا اللي بيتعمل بالمايند جيمز اللي بيعملها جوزيه مورينيو. دايما تسمع المايند جيمز بتاعت جوزيه مورينيو، كل المدربين تقول لك مورينيو مش عايزين مايند جيمز، دايما مورينيو يعمل عدو وهمي. في ايطاليا طلع مره عمل لهم صوره متكلبش وانا بتهدد مش عارف ايه وبيحصل واثار ضجه كبيره، في اسبانيا طلع قال لهم اصل احنا العالم كله ضدنا، في انجلترا مع توتنهام يرجع يحكي قصه جديده، مانويل جوزيه بنفس القصه واقف على الخط يقلع الجاكيته ويعمل مش عارف ايه، جيزفالدو فيريرا يطلع لك اصل مش عارف ايه. اهم حاجه ابعد عن فريقي. حتى كارلوس كريوش يقف وراح رافع ايده بشكل تمثيلي جدا في المباراه، ورافع ايده وخد بكاري جسامه، هو ده بكاري جسامه بيرجو عداله السماء. ما هو اللقطه فين؟ هو ده بكاري جسامه اللي مخوفك، خلي خناقتك معايا وابعد خناقتك عن الملعب لو سمحت، الملعب خلي الصفاره موجوده. فدي طرق واضحه جدا كارلوس كريوش. يعني انا طبعا يعني من مدرب سيرته كبيره جدا ومسيرته كبيره جدا، الكوره ما هيش حكر على حد، ولا الكوره كمان ليها منطق، الكوره ما لهاش منطق، لكن انت لا يمكن تبص على سي في كارلوس كريوش تقول عليه مدرب سيء. بدايته مع نيجيريا ما كانتش احسن حاجه، لكن انا اعتقد ان دي ما محبه لبعد عداوه. كل الشعب المصري راح على كارلوس كريوش جامد جدا في مباراه نيجيريا، كلنا اتصدمنا،
من تغييرات كتيره جدا، وسبحان الله تعادل الوضع وتحول الى واحد من اكثر قصص النجاح زي ما رمزي قال بعد هيكتور كوبر المدربين الاجانب زي ما حضرتك تفضلت وقلت.